ملف يتسع ليتخطى حدود مقدرة المؤسسات الرسمية على تحويطه، المخلفات الحربية، الموت الذي يتربص بهدوء بأهالي نينوى والذي يتساقط منهم العشرات كمعدلات سنوية بسبب الانفجارات المفاجئة للألغام. تخوض محافظة نينوى حربا خطيرة ضد المخلفات الحربية والتي ما تزال تحصد أرواح المدنيين. هنا في حي السماح شرق مدينة الموصل انفجر مخلف حربي في مكب للنفايات قضى على إثره طفل يبلغ من العمر 12 سنة نتيجة إصابة مباشرة في الرأس إلى جانب إصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة. الركام كلها أحجار وما أحجار ونفايات، فسمعنا صوت الانفجار، يعني جينا قالوا واحد استشهد طفل ونقلوهم للمستشفى. احنا نطالب برفعها وتنظيفها تهجيرها احسن ما النفايات هنا. واكدت مستشفى السلام التعليمي استقبالها الطفل متوفيا قبل وصوله المستشفى، فيما اجرت الاسعافات اللازمه للاطفال الثلاثه المصابين. وتستقبل مستشفيات الموصل بشكل مستمر اصابات جراء ما خلفته المعارك ضد تنظيم داعش الارهابي من مقذوفات وعبوات ناسفه وصواريخ غير منفلقه. قام قسم الطوارئ في مستشفى السلام التعليمي باستقبال 4 أطفال مصابين نتيجة انفجار أحد مخلفات داعش الإجرامي. الثاني من الأطفال لم تكن حالتهم خطيرة، أما الأثنان الآخران فقد وصل أحدهما متوفي مستشهد إلى رحمة الله، أما الطفل الآخر فقد كان مصابا بشظية في البطن. تم إجراء الإسعافات الأولية والإنعاشات وإدخال الطفل المصاب إلى صالة العمليات. وبحسب تصريحات رسمية إن نينوى تحتاج إلى 8 سنوات من العمل المستمر لتنظيفها بشكل كامل من المخلفات الحربية، فيما رفعت فرق الدفاع المدني أكثر من 10,000 مقذوف حربي في مناطق متفرقة من المحافظة خلال هذا العام فقط. أشرنا بإزالة المخلفات الحربية لما تعرضته المدينة من معارك شرسة وتركت آثار كبيرة في عموم المحافظة وخصوصا في الجانب الأيمن مدينة الموصل. 10,000 مقذوف في هذا العام لأكثر من 1,050 واجب. أكثر من 6 سنوات مرت على انتهاء معارك التحرير، وما يزال ملف المخلفات الحربية يهدد أرواح المدنيين في الموصل وسط مطالبات بتكثيف الجهد الحكومي من أجل إنهاء هذا الملف. من الموصل، عمر القاسم، 4.